نعم بالأمس كان يوم المباريات الكبيرة، لكن كان العنوان البارز كله في ملعبه انتصر. إذا كان الأمل، إذا كان الهلال أو الأهلي شد مباراتين، الهلال استطاع أنه بهدف أطهر طاهر ينتصر على هلال الأبيض ويحرز الأهم 3 نقاط. عنوان أيضا في هذه المباراة أطهر يواصل التهديف من مباراة الأهلي المصري، يعني أطهر هذه المباراة الثالثة على التوالي أطهر يهرس هدف. أهلي شد يعود سكة الانتصارات في مباراة أخرى. نعم طبعا بالنسبه للهلال يمكن الجميع تبع المباراه في عدم رضا من اداء الهلال صراحه، واضح يا حسام انه غياب الصرار الفني يعني منذ بدايه الدوره الاولى، غياب المدربين، اخرهم كان المدرب صلاح احمد ادم، ايضا مصطفى هو مدرب ولكن انا في رايي هو ليس بال يعني خلينا نقول ليس بالمدرب اللي عنده خبره في اداره مباريات حجم الفريق، فريق كبير، ولكن الهلال زي ما انت ذكرت حقق المطلوب، اقترب من المريخ بنقطة. طبعا الهلال عنده أدى 13 مباراة، المريخ كذلك عنده 28 نقطة، المريخ 29، الفارق نقطة واحدة. يعني أنا في رأيي هزيمة المريخ بالأمس كان في صالح الهلال، يعني الأمل قدم خدمة كبيرة للهلال بفوزه على المريخ، الآن المنافسة تشدد بين الهلال والمريخ، الهلال حقق المطلوب زي ما ذكرت، حقق 3 نقاط ورابط من المراجعة قبل النزال الأفريقي أمام النجم الساحلي التونسي في تونس، مباراة صعبة جدا جدا، لكن عودة الفريق للانتصارات. أثر طاهر بيأكد دائما أنه هو لاعب يعني هداف، وأنه مكانه ليس الطرف الأيمن، يعني هو لاعب وسط متقدم، ممكن تشوفنا في كم مباراة من مباريات مدربين كان حتى بيأدي في وظيفة المهاجم، ولكن دائما يدل على أنه هو لاعب يتميز بحاسية عنده حاسية مع يعني لاعب هداف، شفناه بيحرز أكثر من هدف، وده إشارة للهلال إنه للمدرب الجهاز الفني إنه يستعين باللاعب في خانة أخرى، يعني في خلاف الطرف أطرف أطهر لاعب مولف في طرف الأيمن. الأهلي شندي زي ما ذكرت عاد الانتصارات، حقق الفوز على أهل الخرطوم بهدف، مباراة ما كانت جيدة ولكن حقق الأهم، الأهلي شندي عوده للانتصارات ارتفع إلى 20 نقطة. الشندي كان بيعاني في الفترة الماضية من خسارات، يعني خسارات متتالية، ولكن عوده للانتصارات مؤشر جيد، وبداية لأن المدرب محمد عبد الله مازا يصير في الاتجاه الصحيح، عودة عدد من اللاعبين ضرورية، في عدد من اللاعبين الكبار في توليفة الأهلي يعني ما موجودين لعوامل مختلفة، يعني في عوامل معروفة إصابات شعبية غير معروفة، لازم يجلس الإدارة يضع هذا الأمر ويهتم بالفريق حتى يعود للفريق. دائما الأهلي بيكون دائما أحد أضلاع الكرة السودانية، يعني الهلال، المريخ، الأهلي الجندي، ونتمنى نشوفه في الفترة الجاية بصورة أفضل من الفترة الفاتحة. نعم منتخبنا يصل غدا وخروج من سيكافا. نعم منتخب المنتخب الباء هو طبعا حسب إفادة الاتحاد السوداني هو المنتخب باء، لكن ما في حسام حاجة اسمها مسمى اسمه المنتخب باء. نحن عندنا المنتخب الأول، منتخب الشباب الأولمبي، ومنتخب الشباب والناشئين، يعني تم خلينا نقول صناعة فريق من عناصر مختلفة، يعني حتى عناصر ذاتها ما كانت واضحة هي تابعة لأي منتخب. يعني أنا بقول دائما إذا كانت المشاركة من أجل المشاركة يبقى ما عندها معنى، يعني نحن شارك عشان نحن كان يبدو أننا نشارك من أجل أن نفوز بالبطولة، وده ما حصل. صحيح المباريات دي بتدينا احتكاك وبتدي اللاعبين، يعني اللاعبين الصغار في السن عندهم بيكتسبوا خبرات من خلال أداء مباريات مع فرق مع منتخبات كبيرة، يعني مثلا في مباراة البطولة في أوغندا مع كينيا مع عدد من المنتخبات، ولكن لابد أن يكون في هدف من المشاركة، لابد أن تشارك بمنتخب تصمم منتخب معين، يعني إذا كان المنتخب الأول المنتخبات شارك المنتخب الأول، المنتخب الأولمبي مثلا، المنتخب الشباب مثلا، ولكن شفنا غالبية من اللاعبين تم اختيارهم بصورة يعني ما تقول عشوائية، ولكن تم اختيار منتخب ليمثل فقط، ما دارين التخطيط على التخطيط ده يا حسام، نحن دائما بنعاني من العشوائية دائما في كرة القدم. نحن من ثاني انه الاتحاد السوداني ينظر يعني اجل اهتمامه المشاركة تكون من اجل انه الفريق يحقق نتائج وليس من اجل المشاركة فقط. يعني كنا نتوقع انه المنتخب يعني يحقق نتائج جيدة، لكن صراحة خيب التوقعات، يعني يمكن تعادل إيجابي في المباراة الأولى، خسارة في المباراة الثانية، وتعادل سلبي في المباراة الأخيرة، يعني المحصلة غير جيدة في رأيي. نعم شكرا جزيلا عوض العبيد، سعيدنا جدا بهذه الرفقة، أسعد الله دائما كل أوقاتك. شكرا لك يا حسام، إن شاء الله نتقابل في المرة الثانية. إن شاء الله نلتقي.